لا تزال الميليشيات الأجنبية وقوات النظام تحاول اقتحام أحياء دمشق الشرقية من عدة محاور، أبرز هذه المحاور المحور المتواجدون به الآن وهو محور بساتين برزة، والذي تحاول الميليشيات الأجنبية وقوات النظام اقتحامه منذ 13 يوما بشكل متواصل. نحن الآن على خطوط المواجهة الأولى، كتائب الثوار تتصدى لجميع محاولات الميليشيات الأجنبية وقوات النظام التي تستخدم الآليات الثقيلة والمدافع المتمركزة على الجبال المطلة على هذه المنطقة، كما أن محاولات مستمرة أيضا من قبل الميليشيات الأجنبية وقوات النظام من محور آخر وهو محاذي لهذا المحور، وهو محور حرستا الغربية، والتي تحاول أيضا الميليشيات الأجنبية وقوات النظام اقتحامه بآليات عسكرية. طبعا كتاب الثوار تحدثت عن تكبيد الميليشيات الأجنبية وقوات النظام لخسائر كبيرة خلال الأيام الماضية، وأيضا خلال هذا اليوم منذ صباح هذا اليوم يتصدون لهذه المحاولات، وتحدثوا أن خسائر النظام زادت عن 12 قتيل خلال هذا اليوم فقط. يعني نحن هنا على خطوط المواجهة الأولى ونرصد عمليات الاشتباك والتصدي لمحاولات الميليشيات الأجنبية وقوات النظام اقتحام هذه المنطقة. نتابع. إذا كان هذا جانبا من الاشتباكات التي تشهدها منطقة بساتين برزة في دمشق. يذكر أن الميليشيات الأجنبية وقوات النظام كانت قد استخدمت تعزيزات عسكرية في صباح هذا اليوم، عدد كبير من الآليات العسكرية والسيارات المحملة بجنود النظام وأيضا الميليشيات الأجنبية، وقامت بتوزيعها على منطقة الجبال المحيطة في هذه المنطقة وأيضا مشفى تشرين العسكري. يمان السيد، أورينت نيوز، بساتين وبرزة، دمشق.